الو الو اتفضلي. أميرة ازاي حضرتك؟ ازيك يا محاسن، عامله ايه الاخبار؟ الحمد لله والله كويسه. قولي لي يا حبيبه قلبي اتفضلي. انا معايا مشكله يا استاذه اميره، بس هي مشكله صعبه جدا. ليه كده بس قولي لي؟ انا حاولت اكلم حضرتك كذا مره، وبعدين انا من متابعينك. انتي منين؟ انا من متابعينك يا حبيبه قلبي، يا حبيبه قلبي ده شيء يشرفني، اتفضلي. انا مشكلتي خاصه بمشكله الزوجات والنفقه والموضوع اللي انت دايما بتتكلمي فيه. لكن انا حاليا، انا مش هقول لحضرتك ان انا اتطلقت فعليا، لا انا لسه ما اتطلقتش بالفعل. انا متجوزه من 18 سنه. حياتي مع جوزي اول 5-6 سنين كانت كويسه وماشيه بشكل طبيعي وما فيش اي مشاكل. طيب خلفتي منه اولاد؟ ايوه معايا 3 اولاد. معاكي 3 اولاد منه، قعدتوا مع بعض قد ايه؟ احنا قعدنا مع بعض الحياه العاديه الطبيعيه يعني. لا انا قعدت معاه 18 سنه بس. ودلوقتي انتوا منفصلين كل واحد في بيت ولا قاعدين مع بعض في نفس البيت؟ لا منفصلين، منفصلين كل واحد في بيت من 7 شهور كده. من 7 شهور ولكن ما اتطلقتوش رسميا؟ ما اتطلقتوش، مفيش طلاق رسمي. انا رسميا لسه ما اتطلقتش، وانا 3 ولاد معايا انا. وما بيصرفش عليهم ولا بيصرف عليهم؟ لا يا استاذة اميرة مفيش مصاريف. ما بيصرفش خالص. طب انت بتصرفي منين؟ انا بصرف، انا كان ليا ورث من والدي الله يرحمه، وانا يعني كنت اشتريت شقة قاعدة فيها انا وولادي وكده، وفي جزء انا خصصته حطاه في البنك بيجيلي منه ريع كل شهر بصرف منه. وهو بيشتغل ايه؟ هو للأسف معلم مدرس. بيكسب كويس؟ بيكسب كويس جدا، ما انت عارفه المدرسين والدروس الدروس الخصوصيه. طيب انت بتشتغلي ولا لا؟ ايه بتشتغلي؟ انت بتشتغلي ولا مش بتشتغليش؟ يا استاذ امير انا ست بيت وقاعده في البيت. وعندك 3 اولاد. طب كان ايه سبب الانفصال؟ يعني ايه سبب المشاكل؟ انا من حوالي سنه بالظبط انا كنت عاديه وطبيعيه ومعاه ما فيش اي مشاكل ولا اي حاجه، معاه مستحملة حاجات كتير وبلعة بلعة، مش راضية أظهر للأهلي ولا لأي حد حواليا من أصحابي من جيراني من أي حد إيه اللي بيحصل في بيتي، لأن عايزة أحافظ على أولاد. إيه اللي كان بيحصل في بيتك؟ هو إيه المشاكل كانت بسبب إيه؟ يعني هي في حاجات أنا مش هقدر أقولها طبعا على الهوا دلوقتي، صعب عشان أنا معايا بنات. عايزة تتصالحي؟ عايز ترجعي له مره تانية؟ صالح الانسان ده لما انا اكتشفت ان هو من اكتر من سنه متجوز عليا، انا واجهته متجوز عليا ومراته حاليا حامل في الشهر الرابع، انا واجهته بموضوع لان اللي قال لي واحد زميله. طب هو ازاي اتجوز عليكي والمفروض دلوقتي اساسا ممنوع يتجوز غير اما يخطر الزوجه الاولى؟ ما طبنيش، ورحت محكمه الاسره عشان استخرج المستند الرسمي اللي يثبت جوازه، قالوا لي مش من حقك لان انت الزوجه الاولى تستخرجي الوثيقه اللي خاصه بيكي انت. ايوه ماشي، بس المفروض يعني ما ينفعش المأذون يكتب كتابه والمأذون نفسه بيبعت اختار للزوجه الاولى. الكارثه والمصيبه اللي اكبر من كده يا استاذه اميره ان انا بعد انا ما عرفت خلاص، فهو كده خلاص بقى فجر، والموضوع فجر معاه جامد فوق، ضرب واهانه وخط في الحيطه وزق بالرجل على الارض. طيب لدرجه ان اهانات عملت لي حاجات فظيعه في جسمي. وانا في الباب الشقه عليا، انا حضرتك انا محبوسه، مش عايزه اقول لحضرتك انا بقالي مده قد ايه محبوسه هنا، وانا مريضه سكر وتعبانه. عارفه حضرتك حبسني وقفل عليا ليه؟ ليه؟ علشان ما اروحش محكمه الاسره او اروح القسم اشتكي. انا كنت عايزه ارفع دعوه طلاق او دعوه خلع، لان انا من حقي ان انا اطلب ده بعد هو متجوز عليا. ودلوقتي انا محبوسه في مكان ومعايا ولد وبنت. هو حبسك؟ هو حبسك؟ انا حاليا محبوسه يا استاذه اميره، انا محبوسه مش قادره اخرج، انا مريضه سكر والدواء طيب. خلص عندي، انا تعبانه. انت انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي، انا طالبه مساعده حضرتك في انقاذي من ان انا اخرج من المكان اللي انا فيه دلوقتي يا استاذه اميره. طب انت محتاجه ايه عشان تخرجي من المكان اللي انت فيه؟ محتاجه ان انت تنشدي مدير امن كفر الشيخ يبعت لك هو تيجي تخرجني ويشوف مشكلتي ويجيبه يا استاذه اميره، شوف مشكلتي. طيب انا بس عشان انا في حاجه وقعت مني. هو حبسك؟ هو حبسك قافل عليكي؟ أيوة يعني
استاذه اميره، انا عايزه اقول لك على حاجه، انا حاولت ان انا اخرج، انا كان في بلطجيه هيموتوني، طلعت اجري على السلالم، ربنا سعيد ان انا ارجع للشقه تاني واقفل على نفسي. تخيلي انا في اتنين مش عايزه اوصف لك منظرهم ازاي. ده مدرس يعني؟ ده مدرس. ربنا ساعدني ان انا اجري على السلالم، ولو اني وزني تقيل، وزني مش قليل يعني، انا وزني انا مليانه شويه، طلعت ازحف على السلالم واجري عيالي قدامي لغايه ما قدرت ان انا اتمكن ارجع للشقه تاني واقفل على نفس الباب. طب هو عايز منك ايه؟ هو حبسك ليه؟ عشان ما ترفعيش عليه طلاق او خلع او حاجه؟ لا مش كده، بس مش كده، انا قلت لحضرتك ان انا معايا شقه باسمي انا، وورث من اهلي. هو عايز الورث يعني؟ ايوه، في شقه انا اللي كنت بصرف على البيت يا استاذه اميره، راجل مدرس ومعاه فلوس وبيدي دروس، ما كانش بيصرف على بيته، كان كل شهر اروح اجيب الريع بتاع فلوسي عشان اصرف على بيته واكل عيالي واجيب لهم لبسهم واجيب لهم كل اللي محتاجينه. انا النهارده يا استاذه اميره مطلوب مني اتنازل عن الشقه تنازل رسمي. اوعي تعملي كده، اوعي تعملي كده، اوعي. مطلوب ان انا اروح البنك اللي في الرصيد بتاعي واحوله له كامل مكمل. اوعي تعملي كده، انت مالكيش اخ اب اي حد يقف لك؟ مش قادره اقول لك، انت جيتي على الوجيعه، انت دوست على الدم. انا والدي الله يرحمه من وانا في سنه اولى ابتدائي، والدتي هي اللي ربتنا، بس انا في الظروف. ما عندكيش اخوات ولاد؟ ليا اخ واحد واخت واحده، بس اخواتي دولت هم فين؟ كل واحد مهروس، كل واحد في حياته. طيب اقول لك على حاجه، العيد بيجي وبيروح، ما حدش بيقول لك كل سنه وانت طيبه، حتى مش فاضيين، كل واحد مهروس في حياته. يعني انت من الاخر معاكي فلوس وهو عايز الفلوس دي ويسيبك في حياتك؟ اي طريقه، عايزه قال لي عايزه تشتري حياتك، انت مريضه السكر قدامك موت قليله وهتموتي بسبب السكر لا في ناس كتير. طب انا عايزه اقول لك حاجه بقى، بما ان انت وزنك تقيل يعني، ودي حاجه انا اقدر اساعدك فيها فورا، بما ان انت وزنك تقيل ومريضه سكر، لو عملتي عمليه تكميم راح السكر، بس خلاص فول ستوب. انا مشكلتي دلوقتي ان انا اخرج من الشقه، انت دلوقتي عايز اخرج من الشقه. كفر الشيخ؟ انت في كفر الشيخ؟ ايوه، عايزه مدير امن كفر الشيخ يجي ياخدني من هنا ويجيبه وياخد عليه تعهد ان هو مشكلتي تتحل ديت. انت عايزه عدم تعرض، مش عايزاه يجي جنبك تاني وخلاص؟ لا، وارفع قضيه طلاق عليه او خلع خلاص. طيب. انت اخترت حياتك ومراتك حامل منك، عايز مني انا ايه؟ عايز الفلوس، عايز فلوس، عايز الشقه، عايز الشقه والفلوس. اوعي تعملي كده، بناتي كبيره، بناتي كبيره مش صغيره. اوعي تعملي كده، احنا هخلص الحلقه وهطلع اتواصل معاكي ونشوف نتواصل مع مدير امن كفر الشيخ. هنتواصل مع مدير امن كفر الشيخ، والله صدقيني مش هسيبك، هنتواصل مع مدير امن كفر الشيخ وهنحاول ان احنا نحميكي. والاهم ان انا عايزه يعني اوعي تفرطي في شقتك، مش هنسيبك، وعايزه اعمل لك عمليه التكميم، لان لو عملت لك لا السكر هيروح، مش عشان تخسي بس، السكر هيروح من عندك. يا ريت يا استاذه اميره تنقذيني، عشان ثلاث اولاد محتاجيني. حاضر عيني، عشان ثلاث اولاد محتاجيني. اول ما اطلع من هنا اول حاجه هعملها ان انا هكلم مدير امن كفر الشيخ. ما تبقى انا عايزاه يكتبوا يا استاذه اميره ويحسن حقوقي. حاضر. مش ممكن يا استاذه اميره، احنا اهم حاجه نحميكي بس دلوقتي وتقدري تنزلي من البيت. هطلع من الحلقه وهكلمك. حاضر، طيب حاضر، مش هنسيبك.